رئيس عبد الفتاح السيسي هنأ منتخب مصر لكرة اليد على الفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة على التوالي والتأهل لأولمبياد باريس 2024. وأشاد الرئيس السيسي بالأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب تحت القيادة المتميزة للجهاز الفني. كمان الرئيس قال إن منتخب مصر لكرة اليد أصبح نموذج للنجاح والبقاء على القمة مع عظماء اللعبة، وأعرب عن تمنياته بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في جميع الألعاب والبطولات من أجل إسعاد الشعب المصري العظيم. من ضمن الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح كان اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة تنفيذ خطط الدولة لتحسين جودة التعليم الجامعي وربطه بسوق العمل واحتياجات التنمية، وأيضا شهد الاجتماع عرض تطورات مبادرة بنك المعرفة المصري، ووجه سيادة الرئيس بمواصلة تفعيل هذه المبادرة بما يساهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليا. امبارح كمان نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير بعنوان مصر على أعتاب تحقيق الحلم النووي بعد أكثر من 60 عام من إطلاق الفكرة، وده في ظل استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة. واستعرض التقرير الرؤية الإيجابية للمؤسسات الدولية للبرنامج النووي المصري مع التركيز على الطاقة النظيفة زي مشروع محطة الضبعة النووية. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة تنفيذ خطط الدولة لتحسين جودة التعليم الجامعي وربطه بسوق العمل واحتياجات التنمية. وشهد الاجتماع عرض تطورات مبادرة بنك المعرفة المصري. وجه الرئيس بمواصلة تفعيل هذه المبادرة بما يساهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليا، ويضمن تعزيز اقتصاد المعرفة والاستفادة من الإمكانات الهائلة لرأس المال البشري في مصر. تطرق الاجتماع أيضا لجهود تطوير المستشفيات الجامعية وزيادة أعدادها وتوفير برامج تعليمية وتدريبية على أعلى المستويات وتقديم خدمات علاجية حديثة. وتم استعراض ميزانية المستشفيات الجامعية اللي ارتفعت 3 أضعاف خلال الأعوام 10 الأخيرة لضمان تقديم أفضل مستويات الخدمة للمواطنين. امبارح نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير تضمن انفوجرافات بعنوان مصر على أعتاب تحقيق الحلم النووي بعد أكثر من 60 عام من إطلاق الفكرة، وده في ظل استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة. استعرض التقرير الرؤية الإيجابية للمؤسسات الدولية للبرنامج النووي المصري، وأشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2021 بتوفير الدولة المصرية كافة مصادر الطاقة المطلوبة مع التركيز على الطاقة النظيفة زي مشروع محطة الضبعة النووية اللي بيعتبر ضمن أهم المشروعات الوطنية من عام 2014. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد البحث الرئيسي لإدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان الرؤية الاستراتيجية المقترحة لتطوير الشخصية المصرية للحفاظ على روح الولاء والانتماء للدولة المصرية في ظل المتغيرات والتحديات الراهنة، واللي بيأتي في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة، وده بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من رؤساء الجامعات ودارسي الكليات والمعاهد العسكرية والخبراء الاستراتيجيين والإعلاميين. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري الهندي إعصار 2 بمشاركة عناصر من القوات الخاصة المصرية من الصاعقة والمظلات مع القوات الخاصة الهندية، واللي بيستمر على مدار عدة أيام بما يدين التدريب القتالي لقوات الصاعقة بجمهورية مصر العربية. بيتضمن التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البارزة لتبادل الخبرات والمهارات بين العناصر المشاركة من الجانبين، وبيأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية مع نظرائها من الدول الشقيقة والصديقة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز علاقات التعاون في العديد من المجالات العسكرية مع الدول الصديقة والشقيقة، نظمت القوات المسلحة بمعهد المهندسين العسكريين تدريب مشترك مع الجانب البريطاني في مجال مكافحة العبوات الناسفة المرتجلة بمشاركة عناصر من المهندسين العسكريين لكلا الجانبين. تضمن التدريب مجموعة من الأنشطة النظرية والعملية للأساليب المتطورة في التعامل الأمثل مع العبوات الناسفة المرتجلة باستخدام أحدث أجهزة وسائل البحث والتفتيش للطرق والمنشآت. امبارح استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الدكتور محمد بن علي كومان أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب اللي بيزور القاهرة حالياً في إطار الإعداد للاجتماع الوزاري السنوي لمجلس وزراء الداخلية العرب المقرر عقده بالعاصمة التونسية نهاية شهر فبراير المقبل.
تم خلال اللقاء تبادل الرؤى بشأن عدد من الموضوعات المقرر طرحها على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل للمجلس، بالإضافة لاستعراض سبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمني العربي المشترك في مختلف المجالات الأمنية، خاصة في ظل التحديات المتصاعدة اللي بتفرضها المرحلة الراهنة على أجهزة الأمن بالدول العربية. امبارح وجهت الداخلية قوافل إنسانية لتوزيع الهدايا العينية على المواطنين في عدد من المناطق الأولى بالرعاية والمناطق الحضرية الجديدة، وتم توجيه عدد من القوافل لأهالي المناطق الحضرية الجديدة: منطقة حي الأسمرات، مجمع الخدمات الاجتماعية بالمؤطم بمحافظة القاهرة، حي أهالينا بمدينة السلام، حي المحروسة بمدينة السلام، حي معا بمدينة السلام، ومدينة الخيالة بالبساتين، وده لتوزيع عبوات المواد الغذائية والبطاطين تزامنا مع الاحتفال بعيد الشرطة. بالنسبة لأخبار المحافظات، في أسوان تم تنفيذ مشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية بنسبة 52%، وفي بني سويف التحالف الوطني للعمل الأهلي أعاد تأهيل 25 منزل في القرى الأكثر احتياجاً. أما في محافظة الفيوم فتم إطلاق مبادرة مصر في عيوننا لمكافحة العمى وضعاف الإبصار، والنهاردة في كفر الشيخ هيتم تنظيم مزاد علني لبيع 31 ألف إنطار من القطن. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. فأسوان بيتم العمل على قدم وساق لانتهاء الأعمال المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالي الحالي اللي بيصل إجمالي أطوالها ل 50 كيلومتر، وده باعتمادات 131.5 مليون جنيه، وبلغت نسب التنفيذ 52%، وجار استكمال أعمال الرصف للشوارع الرئيسية والداخلية بمنطقة الصداقة الجديدة. في بني سويف شهدت قرية زرابي الحيبة التابعة لمركز الفشن تسليم 25 منزل قام التحالف الوطني بتأهيلهم، وأبدى الأهالي ساعدتهم بأعمال تطوير المنازل. في الأقصر شهدت أرض مطار البالون الطائر في البر الغربي عودة تحليق رحلات البالون عقب إلغائها لسوء الأحوال الجوية صباحا، وحلقت في سماء البر الغربي 40 رحلة بالون طائر أقلت على متنها أكثر من 1100 سائح من حول العالم للاستمتاع بالمشاهد الطبيعية وقرص الشمس والمعابد الأثرية من السماء. في الشرقية أكدت المحافظة أنه جاري الانتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءة شارع المعهد الديني بطول 4 كيلومتر وبتكلفة 10 مليون جنيه بمدينة الزقازيق، باعتباره أحد الشوارع الرئيسية الرابطة بين مدينتي الزقازيق وبلبيس، وللوصول لبنية تحتية سليمة بقطاع الطرق وتقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين. في الفيوم شهدت المحافظة انطلاق مبادرة مصر في عيوننا اللي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وده للقضاء على مسببات العمى وضعف الإبصار، وبيجري تنفيذ قوافل طبية كبرى لتوقيع الكشف على مرضى العيون وتقديم العلاج ليهم بالمجان. في المنيا أوضحت المحافظة أنه تم تحديث وميكنة عدد من مكاتب الصحة لتقديم الخدمات الخاصة بحجز الكشف بعيادات التأمين الصحي، وبلغ إجمالي طلبات الحجز على المنظومة 22248 منتفع خلال الفترة من يوليو وحتى منتصف ديسمبر 2023. في كفر الشيخ بتشهد المحافظة طرح كميات كبيرة من القطن تصل لنحو 31 ألف قنطار قطن خلال عدد من المزادات العلنية في وجه بحري، وهيتم عقد مزاد صباح اليوم الأحد لتداول أصناف القطن.